هل فكرت يوما في وجود مرشد شخصي لرحلتك الروحية؟ تطبيق القرآن المجيد يوقظك لصلاة التهجد في سكون الليل الهادئ. تحتاج إلى متابعة تلاوة القرآن؟ التطبيق يعرف الموقع الذي انتهيت إليه آخر مرة. لأحبائك أدعية يومية ليبدأ يومهم بالبركة. سواء كنت في حالة التنقل أو في الراحة، القرآن البصري يضفي الحياة على يومك. تطبيق القرآن المجيد ينسج الإيمان في حياة عائلتك اليومية ليخلق لحظات روحية مشتركة تقربكم من بعضكم البعض. متجه إلى العمل مع آيات القرآن التي تملأ أذنك، رحلتك مليئة بالبركات. أذكارك اليومية، التطبيق يجعلها سهلة بحيث يمكنك أن تعدها كما تعد نعم الله. تبحث عن آية معينة أو تسعى لفهم أعمق، فقط اكتب وسيرشدك التطبيق إلى ما تحتاجه بالضبط. علم وتعلم بحب، حيث يساعدك التطبيق في كل ما تحتاجه. لتحفيز الحفاظ، يساعد التطبيق في الحفظ والفهم. حينما تحتفل مع العائلة والأصدقاء، يذكرك التطبيق بهدوء بصلواتك حتى لا تفوتك لحظة واحدة للعبادة. يوجهك التطبيق إلى القبلة ليضمن لك أنك تصلي نحو الاتجاه الصحيح في كل مرة. يربط 75 مليون مسلم بالله سبحانه وتعالى. تطبيق القرآن المجيد في قلب كل عائلة مسلمة هو تطبيق نمط الحياة المثالي للمسلمين لجميع احتياجاتك. تطبيق القرآن المجيد، كل ميزة، كل توجيه، كل يوم.